يا مرحبا وسهلا بالجميع. نتريى بس الباقي ينضموا لنا ان شاء الله، وبعد شوي راح نبدا حلقتنا عن الصحه النفسيه. يا مرحبا وسهلا فيكم جميعا. موضوع ساخن هالايام، الناس كلها تترياه. يا حياكم الله، يا مرحبا الساعة. شوية زيادة بنتريا وبنبدأ إن شاء الله بإذن الله، عشان نعطي مجال للجميع أن يستفيد إن شاء الله بإذن الله. الصوت واضح؟ قولوا لي الصوت واضح والصورة واضحة صح؟ الصوت والصورة واضحين؟ الحين إن شاء الله بإذن الله راح نبدأ. إذن يا مرحبا وسهلا بكل اللي انضموا لنا في حلقة متميزة إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة عاشة الظاهري، رئيس قسم تعزيز الصحة من مركز أبوظبي للصحة العامة. أنا صراحة سعيدة بوجودي معكم اليوم، وعندنا يعني موضوع جدا مهم الناس كلها تترياه، فنتكلم ونبدأ عشان ما نطول عليكم. إن شاء الله بإذن الله راح تكون إن شاء الله حلقة خفيفة عليكم. إذن الصحة النفسية، لما نقول الصحة النفسية مهم جدا أن نعرف أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، المفهوم الشمولي للصحة، يعني الصحة النفسية، الرفاهية النفسية ممكن نسميها. ليش؟ لأنه يؤثر على طريقة التفكير، طريقة الشعور، طريقة التصرف، يعني يحدد كيف ممكن نتعامل مع التوتر، كيف ممكن نتواصل مع الآخرين، كيف ممكن نتخذ الخيارات الصحية. فمهم جدا نفهم شو يعني الصحة النفسية. طبعا الصحة النفسية مهمة من كل مراحل الحياة، من الصغر ومن الطفولة المراهقة لحد البلوغ، لحد ما تشوفونا كبار، وحتى لنوصل لمرحلة كبر السن إن شاء الله بإذن الله بصحة وعافية. ليش الصحة النفسية مهمة؟ طبعا الصحة العقلية نقول النفسية هي مهمة بقدر الصحة الجسدية، لأن هي مثل ما قلت لكم هي من المفهوم الشامل للصحة. المفهوم الشامل للصحة اللي هو الصحة الجسدية، الصحة النفسية، الصحة الروحانية، والصحة المجتمعية. فهذا التكامل هذا كله الصحة النفسية جزء لا يتجزأ. حتى في شعار من شعارات الصحة، منظمة الصحة العالمية كانت تقول لا صحة دون صحة نفسية. ليش؟ لأنها جزء مهم جدا من الصحة. يعني مثلا الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ممكن تلاقيهم عندهم تعرضة أكثر للإصابة بالأمراض النفسية. الناس اللي عندهم أسباب ثانية بعد راح أتطرق لها وأخبركم شو ممكن تكون الأسباب اللي تكون أكثر بتخلينا أكثر عرضة للصحة النفسية. فأولا خلونا نعرف الصحة النفسية. الصحة النفسية هي مش غياب الاضطرابات النفسية. يعني واحد يقول لك والله الصحة النفسية، يقول لك أنا والله لا هذا مش صاحي، ولا هذا لا سمح الله مينون. للأسف عندنا وصمة في مجتمعنا، لا ما يخصه. الصحة النفسية هي حالة العافية، أن الشخص يدرك إمكاناته الخاصة، يتكيف مع حالات التوتر العادية، يعمل بشكل منتج ومفيد للإسهام في مجتمعه المحلي. تخيلوا هذه هي الصحة النفسية. الحين الصحة النفسية هي في فرق بينها وبين الصحة العقلية؟ نعم، الصحة النفسية لها اضطرابات والصحة العقلية لها اضطرابات، بس كلها نقدر نسميها تحت مظلة الصحة النفسية. فلما نحس بالرفاهة العاطفية والاجتماعية، هاي معناته نحن عندنا صحة نفسية ممتازة ورفاهية نفسية ممتازة. مثل ما قلنا تبدأ من الصغر وتتغير معانا على لين ما نكبر. في عوامل وايد في الحياة، جميع العوامل اللي في الحياة تأثر عليها، والحين بعد شوي راح نعرف أكثر وأكثر شو الفرق بين الصحة النفسية والصحة العقلية. راح أخبركم أكثر الأمراض العقلية، يمكن سمعتوا عنها، أكثر الأمراض العقلية اللي هي تأثر على تفكير الشخص، على شعوره، على سلوكه. يعني مثلا الإنسان يقول لك والله هذا عنده اكتئاب، ولا هذا والله عنده قلق، أو والله هذا عنده، لا هذه لا حالات أو أمراض نفسية. يقول لك لا والله هذا ما قادر يدرك، مش عارف شو اللي يحصل حواليه. يعني يمكن عنده اضطراب، يمكن عنده اضطراب ثنائي القطب، يمكن عنده فصام. هاي حالات عقلية محتاجة علاج، وحتى اللي قبل، حتى الحالات النفسية محتاجة علاج. فهاي الأمور ممكن تكون عرضية يعني وقت معين، وممكن تكون طويلة الأمد.
اهم شيء نفهم نحن شو فينا. مهم جدا نحن نعرف احنا كحاله نفسيه شو فينا. فمثل ما قلنا مهم جدا عرف ان مش معناته انا والله ما عندي شيء اثر على تركيزي وعلى اتخاذي القرار، بس في شيء مخليني اليوم والله مش قادر اروح الدوام، حاسه نفسيا مش تعبان، مالي مزاج. هذا موضوع المزاج اذا استمر معناته الانسان لازم ينتبه شو العوامل الاجتماعيه، شو العوامل الاقتصاديه، شو العوامل البيولوجيه، شو البيئيه، شو عندكم، شو في ضغوط، في عنف لا سمح الله، في تغيرات اجتماعيه، في اسلوب حياه غير صحي، في شو في. لازم الانسان يعرف ليش اليوم انا صحتي مش طبيعيه، ليش انا اليوم حاس انا عندي كل شيء، متوفر عندي كل شيء لكن لازلت اشعر بالحزن مثلا. لازم يعرف شعوره هذا، لازم يدرك شو السبب. ففهم الصحه النفسيه بعمق راح يوصلك لانك تستكشف عن نفسك اكثر واكثر وتفهم الصحه النفسيه. الحين خصائص الصحه النفسيه، لما تقول لي انزين انت شو يعني اذا انا اليوم بقول انا والله انا صحتي النفسيه ممتازه، كيف اعرف؟ عندكم خصائص معينه. انك تشعر بالرضا، ترضى عن كل شيء حواليك، قول الحمد لله. يعني هاي حتى في المجتمع الغربي يقول يسمونها الجراتيتيود، الامتنان ان اليوم انا قمت، اللهم لك الحمد والشكر، في صحه وعافيه، قمت عندي حياة جديدة شو ما كانت عندي من مشاكل، استمتع بالحياة، عندي يعني قابلية اضحك، امرح، اتعامل مع التوتر، شداد، اي شيء يمر في حياتي اقدر اتعامل معه، افهم معنى والهدف من حياتي، يعني اي نشاط اعمله او اي علاقة ادخل فيها اكون فاهم معنى العلاقة هذه. المرونة يا جماعة الخير مهمة جدا في الصحة النفسية، المرونة في تعلم المهارات الجديدة، المرونة في التكيف مع التغيرات اللي حوالينا، المرونة في التعامل مع شو ما يكون من أمور سلبية حوالينا، نعرف كيف نتعامل معها، نحافظ على العلاقات، الثقة بالنفس وتقدير الذات. هذا شيء مهم جدا ودليل يعني جدا مهم نحن نعتبره على الصحة النفسية الجيدة. فاليوم انت اذا كانت عندك ثقه في نفسك وعارف انت شو قاعد تسوي وعندك احترام لذاتك، هذه من خصائص الصحه النفسيه المهمه. طبعا حد يقول لك والله انا بخير ولا تخلوني، ما اريد حتى اسمع هاي المحاضره، بعدوني انا الحمد لله قواي العقليه ممتازه، انا ما عندي شيء. هذا الموضوع مهم جدا ان نحن نقول لكم اياه، ان اي حد في حياته لازم بيمر في مرحله من مراحل حياته بيتاثر نفسيا، ما في شيء كامل. يعني انت حتى خلال يومك مرة بتلقى عمرك يعني سعيد وفرحان ومبتهج، وبعد شوي يمكن تتأثر بشيء معين، بعامل معين في الحياة، راح شوي يتغير مزاجك، راح يتغير حياة صحتك، تحس انه والله صحتي النفسية لا تغيرت. فشو تكون الأسباب؟ مهم جدا عرف ان اصلا مع تغير الوقت تتغير الصحة العقلية. الصحة العقلية هاي تتأثر بأشياء وايد حوالينا. ممكن حد يقول لك والله انا يعني انا ما عندي شيء، ما عندي مشكله، ما عندي ابدا، بس بكل الوقت تشوفه حزين. زين انت ليش تشعر بالحزن؟ زين نقول نكته، نقول شيء، مش قادر حتى تبتسم او تضحك، معناته رايح مايل للاكتئاب، مايل عندك مشكله. لازم نعرف شو السبب. يمكن ساعات عمل طويله عنده، يمكن عنده امراض اجتماعيه، يمكن عنده حد من اقربائه مريض، يمكن عنده ضائقة اقتصادية، ترى كله يأثر، حتى الفلوس ترى تأثر. إنسان مثلا ما عنده موارد يعيش فيها، كلها تأثر على صحته النفسية، فراح يبين عليه هاي الأمور. راح مهم جدا الواحد يعالجها. ليش؟ عشان ما تروح تسبب لك أمراض داخلية تتراكم في أعضائك الداخلية، ولا سمح الله تسبب لك أمراض مزمنة. وأكيد سمعتوا عن أكثر الأمراض المزمنة، يقول لك هذا لا مريض قلب لا تقول له شيء، هذا مريض سكر لا تقول له شيء. ليش؟ لان هذيل الناس يكونون اكثر خلاص جهازهم المناعي متاثر من الحاله اللي هم فيها، فشو يتاثرون اكثر اذا نفسيا كان عندهم عوامل تؤدي الى ان حالتهم تدهور لا سمح الله. الحين مهم جدا مثل ما قلنا نفهم شو المرض العقلي. المرض العقلي هذا الانسان يكون من صغره، يعني عنده صدمه في حياته، عنده مثلا مشاكل هو مزمنه، عنده شيء في الجينات، لا سمح الله متعرض ياخذ مخدرات، لا سمح الله ما عنده اصدقاء، كله معزول. هذا الشخص راح يتولف عنده، اول شيء راح يبدا بالتدريج، لكن ما حد يعرف. مشكله في مجتمعنا ما يسمحون حتى حق الشخص يقول انا تعبان نفسيا. نحن نباكم اليوم تنشروا ثقافه ان الانسان عادي يكون تعبان نفسيا.
اذا هو شيء عرضي هذا شيء من 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 امور الحياه الطبيعيه اللي احنا نشوفها، اذا هو مستمر لازم يروح حق اقرب شخص مختص معتمد في هذه الامور ويساله. مهم جدا ما نترك الناس اللي هي تحس بالصحه النفسيه متدنيه بروحها، لازم نوفر لها الدعم والمساعده، ونحاول ان ننشر ان المرض النفسي او العقلي حاله حال اي مرض مزمن. اليوم نفس المرض السكري ترى يباله، ليش 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 يتقبلون مرض السكري وما يتقبلون مثلا الاكتئاب او ما يتقبلون مرض الفصام؟ عادي، يباله هذا ادويه وهذا يباله ادويه، هذا مرض وهذا مرض، فاموره طيبه جدا، ما راح ياذيكم. ناس ماخذه حتى فكره انه ممكن راح ياذي الاشخاص، لا ما ياذي الاشخاص، بالعكس يحتاج هو اقل الناس اللي ممكن تاذي، هي تاذي نفسها اكثر من ان تاذي غيرها. طبعا عالميا الناس يقولون زين انت ليش وايد تتكلمي عن الموضوع، هل هو فعلا منتشر؟ للاسف منتشر عالميا، 1 من 4 تخيلوا، 1 من 4 راح يتاثر او راح يصاب بمرض عقلي او نفسي خلال فتره من فترات حياته، هذه بالاخر. و2 من 3 اشخاص ما يروحون يتابعون عند الدكتور، ما يروحون يقولون حق الدكتور انا تعبان، ولا يقولون حق اي شخص حواليهم انا تعبان، ما يفصحون عن مرضهم. ليش؟ لانه يحسون بوصمه في المجتمع. فمهم جدا نفهم الانتشار، منتشر نعم منتشر، يباله اهتمام ويباله نعطيه اهتمام، نعم يباله نعطيه اهتمام. في امريكا بروحها صوروا 50% من الحالات اللي يروحون يعالجونها يحصلون ان عندها مرض نفسي، وعندهم 1 من كل 5 مصابين اصلا عندهم مرض عقلي او نفسي، فتخيلوا. فمنتشر الموضوع ويحتاج منا ان احنا نتحرك. كيف نتحرك؟ نعرف الاساسيات، فهمنا الاساسيات، فهمنا الصحة النفسية شو تعني، انك انت قادر على انك انت تفكر بطريقة صحيحة، تشعر وتفهم شو العواطف اللي قاعدة تمر فيها، وتتخذ قرار وتتابع عملك عادي لطول اليوم، ما يأثر عليك هاي الحالة. يعني اذا هي مزاج وما قاعد يأثر ممتاز، اذا هو قاعد يأثر معرف ان انت محتاج تشتغل على الصحة النفسية. فاول طريقة ان نحن نتعامل مع الصحة النفسية بشكل عام اليوم، حين اقولكم انا اذا انتم تبون تحسون عماركم تشعرون بالسعادة من اي ناحية في الحياة، اهم طريقة المرونة. المرونة بمعنى انك انت صحتك القوية داخلية، تحفيز داخلي، شو ما صار لك في حياتك ما تحاول تخلي اي حزن او توتر او قلق يأثر عليك بشكل عكسي، ولا يأثر على أدائك، ولا يأثر على إنتاجيتك. أنت تحفز نفسك داخليا أن أنا اليوم راح أكون قوي، راح أتحمل أي صدمات، راح تيني عادي، هاي أمور هاي الدنيا وقاعد تحصل فيها وايد أمور، لازم أعرف أتقبل، لازم عندي مرونة فكرية ومرونة عاطفية، ما أزعل قد ما أقدر، قد ما أقدر. كيف ما أزعل؟ الحين بتقولوا لي في ناس وايد يقولك دكتورة ما أقدر، يعني أنا ما أقدر ما أعصب على موضوع معين، راح اعطيكم طرق معينه تساعدكم انكم مع الوقت ما تعصبون مثلا. فحتى الدراسات لقت ان الناس اللي تتعامل بمرونه عاطفيه ونفسيه، هذيل الناس يقدرون يقول لك يطلعون من مواقف صعبه بشكل اقوى، تكون شخصياتهم اقوى، تكون مهاراتهم في الحياه اقوى، يعني حتى انتاجيتهم، حتى انتاجيتهم اذا كان هو شخص يشتغل حتى انتاجيته راح تشوفون ان انتاجيته راح تزيد. الناس اللي عندهم مرونة، اللي علموا نفسهم خلوا عمرهم عندهم مرونة أكثر، ما بتحصلهم خايفين أي تجربة. يعني نحن اليوم دولتنا اللهم لك الحمد والشكر يا جماعة الخير، دولتنا وفرت كل سبل العوامل المساعدة والممكنة للصحة النفسية المتميزة، حتى ما بقول الجيدة، المتميزة. قولوا لي ليش؟ ليش؟ لأن سوت لكم وزارة السعادة، سوت لكم وزارة شو؟ التسامح، سوت لكم وزارة اللا مستحيل، يعني شو؟ أعطتكم كل المماكنات اليوم حقك نفسك أني أنا أتسامح مع نفسي ومع غيري شو ما صار، يعني داخليا عاطفيا أنا قويت نفسي، قويت روحي، اللي هي هذه التسامح، سامحت. السعادة اليوم أنا عندي كل الموارد، يعني امتنان، يعني أنا أسعد في دولة يعتبر شعبها أسعد، يعني شعب اللهم لك الحمد والشكر، كل شيء متوفر، صوتك مسموع،
يعني حتى لو سبحان الله فيها في تحديات في الحياة، يسموها حتى تحديات ما سموها مشاكل عشان يلقوا لك حل. بتروح لأصحاب الاختصاص راح يساعدونك، ولا مستحيل انك انت تقوي ارادتك. شو ما حسست ان لا والله بالضعف شوية، لا انا عندي وزارة اسمها لا مستحيل، كيف انا اليوم على شغلة ومشكلة بسيطة اوقف فيها؟ ما يصير. فانا اكمل ليش؟ لان اليوم انا ممكنات الصحة النفسية خاصة في هذا البلد الغالي متوفرة، فاستعملها قد ما اقدر. صحة نفسية دائما مرونة مرونة مرونة، قولوا حق نفسكم داخل مرونة مرونة. تعرضت لأي موقف سلبي؟ مرونة مرونة، ما عليه. عرضت لأي صدمة؟ مرونة، ما عليه، عادي. ليش؟ كذي بتعودون نفسكم، والله راح توصلون لمرحلة شو ما صار لكم، لا سمح الله لا سمح الله، بسم الله على الجميع، لو ان شاء الله حطيته في حرب. اذا كانت اليوم عندك صحة نفسية قوية متميز عندك المرونة الفكرية والعاطفية، راح تعرف عمرك حتى تبتسم، تبتسم وانت تسمع اصوات دوي المدافع فوقك. فهذا الموضوع ما في كلام. فكيف ما بالك اذا انا اقول لك عشان تستمتع بالحياه، اذا بالك اذا انا اقول لك والله اهتم بالصحه النفسيه عشان تمنع الامراض المزمنه، عشان اليوم كنمط حياه صحي تقدر تتابع اشياء ثانيه في حياتك كثيره. الاشياء فيها الحياه فيها وايد اشياء حلوه، المفروض ان احنا نركز عليها بالاهتمام بالصحه النفسيه. الحين طبعا راح تقولوا لي زين، مع كوفيد ومع الازمه، مع الازمه الحين فعلا قعدنا شفنا ولاحظنا ان كثير حالات نفسيه تينا، وكثير ناس ما قادرين يتاقلمون مع هالازمه. مع ان بعد على الجانب الاخر شفنا كثير حالات اللهم لك الحمد والشكر قدروا، عندهم مرونه، شوفوا اللي عندهم مرونه عاليه قدروا يتعايشون ويعرفون بالعكس ويساعدون غيرهم بعد. يعني ما بدنا حسوا بالازمه، حسوا بالازمه يعني خلوا نفسهم، سخروا امكانياتهم عشان يساعدون غيرهم. فشيء طبيعي اليوم اذا شفتوا اشخاص خايفين في الازمه، خايفين مش عارفين كيف يتعاملون، قلقين، خايفين من الاخبار، خايفين انه يصيبهم او هم صابهم اوريدي، هذول يقولون لهم عادي، هذا شعور طبيعي جدا، انت في ازمه. الناس اللي تمر في ازمه طبيعي جدا يسمونها هاي، حتى كل مكان كل المصادر العالميه تقول لك الصحه النفسيه في الازمات. اليوم الأزمة نفسها أي واحد من اليوم حتى أنا كمختصة أكيد عندنا ارتداد نفسي، أكيد عندنا خوف قلق، هل شاكلها يبالها يا إحنا روحنا نشتغل على نفسنا بحيث أن نواد خلي عمرنا صحتنا النفسية متوازنة، يا أن نطلب المساعدة لما نحتاج، ما فيها مشكلة عادي جدا. تفهمون أن هذا فيروس وهذه حالة حال أي مرض معدي. يعني دائما الحقائق الصحيحة ومعرفة المعلومات المصادر الصحيحة تريح الناس، اما لما يسمعون حق الاشاعات ويسمعون حق المعلومات المغلوطه هذا ياثر على نفسيه الانسان يخاف. فمهم جدا تاخذون المعلومات مصادر موثوقه خلال الازمات. الشخص ما يغير روتينه، الحجر قالوا والله حطونا بالناس اللي تشتكي من الحجر، الناس اللي تشتكي من الشت داون اللي هو انك سكروا كل مكان لا تطلعون، حاولوا تقللون الخروج الاماكن العامه. نعم مهم جدا عشان انت اليوم نحميك ما نخلي عندك خطوره، لازم تفهم عقلك هالكلام. هم مش حامين، مش مانعين هالاشياء كلها بس عشان والله يرضون نفسهم او عندهم غرض نفسي يبون يرضون نفسهم، لا، عشان مصلحتك. فتكلم النفس تقولها هذا شيء عادي، هي ازمه وراح تعدي، حتى طلعوا فيها يعني اغاني في الموضوع. فلازم النفس تكلم نفسك تقول لك عادي هاي ازمه وان شاء الله باذن الله راح تعدي. اتصال مع كل الاشخاص اللي نحبهم، ما نقطع التواصل، احنا اليوم نقول كتدابير وقائيه تباعد جسدي ولكن تواصل او تقارب اجتماعي. بمعنى اليوم وسائل التواصل هاي اللي نستخدمها كلها راح تزيدنا تواصل مع اهلنا، فكل ما استخدمتوا وسائل التواصل عشان توصلون لاهلكم اكثر، كل ما انتم نفسيا حسيتوا الموجودين عدالي ما قطعتم. فشيء مهم جدا ان هذا ياثر على صحتنا العقليه والصحه النفسيه بشكل جدا يعني كبير. واليوم احنا نوصلكم للعافية النفسية، اليوم احنا مو بالصحة النفسية، العافية النفسية اللي هي ما بعد الصحة النفسية، اللي انت تقدر فيها ذاتك، انت شو ما يحصل حواليك عارف كيف، عندك مرونة جدا عالية، عندك ذكاء عاطفي متميز. فمهم جدا ان نركز على هذا الموضوع. الحين زين، اذا بغيتوا تعرفون شو هي اعراض، يعني تقول اوكي كيف اعرف انا، كيف اعرف ان انا عندي شيء مش طبيعي في الصحة النفسية؟ مثل ما قلت لكم، في شيء يرتبط بالمزاج، في شيء مرتبط بالشعور،
في شيء يرتبط بالتفكير، أوكي؟ في شيء تحس فيه جسدي، الجسدي ممكن يجيك أعراض مثل صداع، دوخة، شد عضلي، ألم مش عارف وين مكان الألم، مشاكل في المعدة، ألم في الصدر، تسارع في دقات القلب، تعب، شعور بالمرض. واحد يعني مريض بس ما عارف شو فيني، مش محدد، ضيق في التنفس. هاي أمور كلها يعني أعراض نحن نعرفها كمختصين أنها أعراض ممكن تكون بداية قلق الشخص عنده. فهذه مهم جدا أن الواحد يروح، يا خاصة إذا تكررت، ها ما نقول مرة واحدة، يا مرة واحدة لا ما فيك شيء، هذا شيء عادي جدا ممكن كلنا نمر فيه. إذا على طول متكرر أنت مش عارف شو السبب. النفسي ممكن توصل لمرحلة أنت ما قادر تركز، في صعوبة في التركيز، في صعوبة في اتخاذ القرارات، في شعور بالإرهاق، القلق باستمرار، نسيان، إحساس برهبة، خايف، مرتهب، مرعوب، مش عارف شو فيني، بس خايف، ما أريد أسمع أخبار، ما أريد أسمع أي شيء سلبي. شوف وصل مرحلة مش قادر، ليش؟ ما عنده مرونة من قبل، ما درب نفسه، مش قادر يتحمل. إذا قلنا جسدي ونفسي وتغير في السلوك، سلوكي بمعنى شخص راح تلقاه سريع الانفعال، راح تلقاه عنده أرق، يا جماعة ما قادر، أنا ما أرقد بالمرة، أو عندي نوم بسيط أو نوم كثير، عندي شراهة في الأكل، أو عندي انسداد في الشهية، يعني أتجنب أماكن معينة أو أتجنب أشخاص معينين. والناس اللي تدخن للأسف راح تدخن بشكل أكثر. أنا ما أريد أقول هالجملة لأني أنا ما أحب يعني أني أنا يعني أوصل لمرحلة أنا أقول فيها التدخين بشراهة، ولكن للأسف يحصل فيها تدخين بشراهة حق الناس اللي يفكرون، للأسف يخول لهم أن صحتهم النفسية راح تتحسن إذا دخنوا، بالعكس هم راحين يضرون نفسهم، يضرون جهازهم المناعي أكثر وأكثر. فننتبه في أعراض، هاي أعراض القلق مثلا. في أعراض ثانية، مرة يشوف الواحد نفسه والله عنده مزاج يشتغل، يعني ثلاث أسبوعين مثلا هو حاس عمره مزاجه شيء ممتاز، وبعد شوية يشوف عمره لا ما يبغى يتحرك، ويستمر هالشيء عنده. مرة مزاجه يعني رايح وراد، يعني مش ما عنده يعني استقرار، هذا يروح يشيك الشخص. بعد منو عندكم الناس اللي كلها مكتئب، الناس تقول تمزح عداله، الناس تتكلم ابدا ما يبتسم، ما يقدر ياكل، ما يقدر ينام، تلقاه كله يبكي او يصيح او كله حزين، هذا يمكن داخل في اكتئاب. نمنع نفسنا، انتبهوا، نكثر من الخضروات والفواكه. هذه الخضروات والفواكه منجم للفيتامينات والمعادن قد ما تقدرون. ما بكثر عليكم، خمس حصص شو يعني فاكهتين وثلاث خضروات، يعني سلطة. إذا حطيت سلطة الصبح، حطيت لي خيارة أكلت الصبح، وحطيت لي صحن سلطة الظهر، وحطيت لي في الليل بعد صحن سلطة، هاي الخضروات خلصناها. إذا خليت لي والله الصبح تفاحة والعصر كمثرى أو عنب، هل الفواكه خلصناها يوميا راح تعطيكم المعادن المحتاجينها والفيتامينات اللي محتاجينها جسمكم. والشيء الثاني الماي مهم جدا، الجهاز المناعي مسكين، عشان يدافع، عشان يعطيكم صحة نفسية، عشان يتميز، يعطيكم تميز في الصحة النفسية اللي عندكم، لازم تشربون ماي مش أقل عن لترين في اليوم. حد يوصل الحريم يوصل حتى لثلاثة لتر في اليوم تحتاج، على حسب. روحوا عند مختص، ما تقدر مش عارفين كم الكمية اللي يحتاجينها، شو الأكل اللي أكله، كلموا أخصائي تغذية راح يخبروكم شو الأساسيات، شو الأغذية الأساسية المفروض أكلها، كملوا عليها، خاصة الحين مع الجهاز المناعي والأمراض اللي هي المعدية، هاي تأثر على الجهاز المناعي. فاليوم إذا أنت جهازك المناعي مش بسيط، صعب، لكن بعد بالإرادة والله تقدرون توقفون إن شاء الله بإذن الله، لأن راح يعطيكم فائدة كبيرة جدا الحين وفي المستقبل. كاتبين لي البث يعلق، هي كان يعلق قبل شوية، هل يعلق الحين بعده؟ كان يعلق قبل شوية بس رجع المفروض بعده يعلق، عفوا أنا آسفة، يعلق، أطلع وأدخل مرة ثانية، كيف الحين؟ لحظة بحرك شوية لهذا، كيف الحين يعلق ولا؟ حد يخبرني الله يرضى عليكم. زين، حد قال زين، الحمد لله، دام ان حد قال زين بنقول نكمله. فاوكي ممتاز. فعرفنا ثلاث انماط حياه صحيه: النشاط البدني، الاكل الصحي، والاقلاع عن التدخين او التوقف عن التدخين. الرابع اللي هو صحه نفسيه اللي نتكلم فيه،
الاسترخاء والاستجمام. الاسترخاء والاستجمام لا تستهينون فيها، تمارين التأمل، الهوايات، ممارسة الهوايات، العطاء، التطوع، بتكلم عنه بعد شوية، الأمور اللي هي تسعدنا، اللي نحس فيها يعني داخليا بتقدير الذات، هاي أمور مهمة جدا، هاي تحفز المناعة. أنتم ما تدرون داخل تشتغل تحفز المناعة، تقويها، شو ما ياها من مسببات عقب راح يكون في عندكم تصدي لشو ما ياكم من عوامل خارجية. أنتم اليوم مسترخين، هاي خذوها عادة، خلوا عندكم يوميا 10 دقائق، على الأقل 10 دقائق يوميا من تمارين التأمل، تأخذونها كذي ترتاحون، تردون على وراء. إذا ما تعرض عندكم في النت كثير، شو تمارين التأمل؟ تنفس، تنفس بسيطة، تنفس شهيق وزفير على الراحات، وتغمض عيونك وتفكر لك في منظر بحر، ولا تفكر لك في منظر أنت تحبه، بس بكل بساطة، وتفكر كل الأفكار السلبية شلها من بالك، وتحط بدالها أفكار إيجابية، وتقنع تتعامل بينك وبين نفسك مرة ثانية، أنا مثلا موقف إيجابي، أعيد إن شاء الله، مهمة جدا أعيدها. أنك أنت تتكلم عن نمط الحياة الرابع اللي هو الاسترخاء والاستجمام. الاسترخاء والاستجمام بمعنى أنك أنت اليوم تمارس تمارين التأمل. تمارين التأمل هاي لها يعني تأثير السحر على أنفسنا، ممكن ما تحسون فيه لكن صدقوني جربوا تمارين التأمل. أنا راح فيه في النت وايد، يعني ممكن تحطون تمارين التأمل في برامج، في أبليكيشنات ممكن تستخدمونها، بس بكل بساطة يرتكز على القاعدة التالية، أنك أنت تمارس تمارين التنفس، تأخذ تنفس شهيق وزفير، قول 10 مرات، 15 مرة، خليتها 20 مرة ممتاز، ترد ترتاح لك على مكان، تجلس لك على كرسي، تجلس لك على صوفة، شو ما تحب، تغمض عيونك وتفكر في أشياء يعني مثل البحر، مثل الطبيعة، المهم تخلي مخك فاضي، فاضي من كل الأفكار اللي ممكن تكون سلبية، وأي فكرة سلبية تيدا تقتلها على طول، تقتلها. ليش؟ لأن لازم تقنع نفسك أن هاي ما راح تدمر أي حد، أو ما راح تأذي أي حد غيرك، أو تلقى طريقة بينك وبين نفسك، تلقى طريقة كيف التعامل. هاي بكل بساطة تمارين الاسترخاء والتأمل، اعملوها 10 دقائق يوميا، والله راح ترتاحون. طبعا بالإضافة إلى إحنا ديننا ما شاء الله تبارك الرحمن عندنا القرآن، اليوم أنت لم تقرأ آية في القرآن ما ترتاحون؟ خلاص خذوها عادة، أذكار الصباح وأذكار المساء لا تستهينون فيها، هاي كلها أمور جزء لا يتجزأ من التمارين اليومية اللي محتاجينها عشان الاستجمام النفسي، عشان الشعور بالعافية النفسية. فوالله أنها مهمة جدا كنمط حياة تتبعون على طول، عشان تكون يوم صحتكم النفسية مش بس جيدة، تكون ممتازة. الشيء الخامس أو النمط الخامس اللي هو النوم الصحي. النوم الصحي هذا يأثر على كل شيء قلت لكم اياه، يعني كله مترابط مع بعض. هاي النمط الحياة الصحية سويتوها كلها مع بعض، هاي راح توصلون للمفهوم الصحيح للصحة، نسميه نحن المفهوم الشمولي للصحة. فاليوم النوم الصحي، الناس الكبار اللي هم 18 سنة وطالع، هذه ما يعني ممنوع يرقدون أقل عن 7 ساعات ونص، ما علي تحملوني، لازم 7 ساعات ونص أقل شيء، في حد يحتاج 8 ساعات، في حد يحتاج 9 ساعات، المهم أنه ينام النوم اللي هو محتاج لنا قبل الساعة 12. سبحان الله، هذه هاي خطرة، هاي من الله، قال لكم أن جعلنا الليلة شو لباسة، خلاص ترقدون والنهار معاشة تشتغلون الصبح. فمهم جدا النوم. ليش النوم؟ أقول لكم ليش النوم. النوم لأن الجسم، العقل والأعضاء محتاجة مجلس شورى في الليل، يوم يرقد يوم ترقدون يكون في مجلس شورى في الليل، يعني هاي بس مثال عشان أقرب لكم الصورة. فيرجع إذا كان في أي خلل داخل أي عضو من أعضاء الجسم خلال النوم يرجع يتوازن، يرجع يصلح. تخيلوا سبحان الله، يعلق يا جماعة الخير، يقولون يعلق، ردوا علي إذا حد ثاني يقول يعلق برد عيد، مو عندي مشكلة عيد، فحد غير يخبرني إذا يعلق ولا لا. ها، حد يرد علي يعلق ولا وصلنا للنوم رقد يمكن نمنا. حد يرد علي يعلق ولا يعلق؟ ردوا علي يا مشاهدين الأعزاء، حد يرد يكتب لي الله يخليكم.
فأنا راح أكمل إذا ما إذا شكله شكلكم مستمعين و...